بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا شباب نبدأ بقى نراجع مع بعض الشابتر بتاع التايب اوف ادابتيف اميونيتي والاميونوجلوبولين. قلنا بقى عايزين نعرف ايه هي انواع الاميون سيل اللي بتبقى موجودة في البون مارو، انواع الفايت بيسيز. قلنا مايلويد سيل وليمفويد سيل، وقلنا كلامنا الاساسي كان عن الليمفويد سيل اللي هما مين؟ البي والتي ليمفوسايت. انا هسألكم وانتوا تجاوبوا عليا، البي ليمفوسايت كان عليها انهي نوع من الريسبتور؟ عليها اتنين مهمين، اللي هو البي سيل ريسبتور اللي في صورة اميونوجلوبولين دي، والتاني اللي هو الام اتش سي كلاس 2. والبي ليمفوسايت دي كنا بنعتبرها ايه؟ انتيجين بريزنتنج سيل، وده تأكيد لينا ان هي فعلا عليها الام اتش سي كلاس 2. امال التي سيل؟ التي سيل دول كانوا نوعين، تي هيلبر وتي سايتوتوكسيك. التي هيلبر كان عليها اتنين ريسبتور اللي هو التي سيل ريسبتور وعليها الايه؟ السي دي فور. امال التي سايتوتوكسيك اللي بيبقى عليها الرقم الكبير بيبقى عليها تي سيل ريسبتور والسي دي ايت. طيب السي دي فور كانت بتنجذب لقاعدة التمانية للام اتش سي كلاس 2 اللي بتبقى موجودة على سطح الايه؟ برافو، الانتيجين بريزنتنج سيل. امال التي سيل ريسبتور اللي كان عليها اللي هو السي دي 8 كانت بتنجذب للام اتش سي كلاس 1 قاعدة التمانية، وكانت بتبقى الام اتش سي كلاس 1 بتبقى موجودة على سطح ايه؟ كل الخلايا طالما هي نيوكليتد. وده الكلام اللي كنا بنقوله، ان الام اتش سي كلاس 1 موجود على كل الخلايا طالما هي نيوكليتد وبتنجذب للسي دي 8 اللي موجوده على التي سايتوتوكسيك. امال الام اتش سي كلاس 2 دي بتبقى موجوده على الانتيجين بريزنتنج سيل واللي بتنجذب في قاعده التمانية للسي دي 4 اللي بتبقى موجوده على التي هيلبر سيل. طب مين هم يا شباب اللي تفتكروهم الانتيجين بريزنتنج سيل؟ هم ثلاثة، ثلاثة انتيجين بريزنتنج سيل، الدندريتك، الماكروفاج، البي ليمفوسايت، نحفظهم زي اسمنا. وبعدين عرفنا ان النيف ليمفوسايت هي خلايا الليمفوسايت اللي لسه ما تعرفتش على الاورجانيزم في حياتها، تمام. طيب وعرفنا انواع الاميونيتي اللي هي فين؟ النيت اميونيتي والناتش والادابتيف اميونيتي. الانيت دي بتبقى قلنا ميزتها ان هي immediate، الاكشن بتاعها بيحصل في ساعتها، لكنها نوت سبيسيفيك للاورجانيزم ومفيهاش ميموري سيل. لكن الادابتيف اميونيتي قلنا ميزتها ان هي سبيسيفيك، كل حاجة كل اورجانيزم وليه سيل مخصصة بتتفاعل معاه. طيب لكن مشكلتها ان هي ديليت شوية 14 لـ20 يوم، وميزتها التانية ان هي ليها ميموري سيل بتعمل خلايا ذاكرة، تاني مرة بتبقى عندها فكرة عن ان المرض ده جالها قبل كده وبتعرف تتعامل معاه بسرعة. طيب نعرف بقى التايب اوف الادابتيف اميونيتي، قسمناها لنوعين، الهيومرال والسيل ميديتد. هنتكلم بقى مقارنه بالعرض. يبقى الهيومرال اميونيتي دي كانت مين السيل الرئيسيه في التعامل معاها؟ هي البي ليمفوسايت. امال السيل ميديتد كانت التي ليمفوسايت. طيب الهيومرال اميونيتي البي ليمفوسايت دي كانت بتعمل ايه؟ بتتحول لبلازما سيل وبتطلع لي انتي بادي يبدا يكسر لي الاورجانيزم. امال السيل ميديتد دي كانت التي سايتوتوكسيك، بتطلع لي سايتوكاين بيكسر لي الاورجانيزم. طب ايه هي الاورجانيزمات اصلا اللي بتتعامل معاها الهيومرال، ومين اللي بتتعامل معاها السيل ميديتد؟ الهيومرال بتتعامل مع الاكسترا سيلولار اورجانيزم اللي بتبقى موجوده في البادي فلويد. طب امال السيل ميديتد دي بتتعامل مع الانترا سيلولار اورجانيزم اللي بتبقى موجوده جوه الخلايا. طب قلنا عايزين نعرف مين هم الاكسترا سيلولار اللي هم اغلب البكتيريا. طب مين هم الانترا سيلولار اللي هم الفيروسات والفانجس والبروتوزوا وكمان شويه بكتيريا، اختصرناهم في كلمه ايه؟ في 2 الا وفي 2 ال، في 2 اخرهم الا يعني بروسيلا وسلمونيلا، وفي 2 اولهم ال اللي هي الاستيريا والليبروسي، وفي واحده اللي هي التي بي. وعرفنا البروسس اوف الاكتيفيشن بتاع البي لينفوسايت، كان في ريكوجنيشن ان البي لينفوسايت عليها الريسبتور بتاع البي سيل ريسبتور، كان اكتشف وعليها الام اتش سي كلاس، خد الاورجانيزم وبعدين عرض الام اتش سي كلاس 2 للتي هيلبر، والتي هيلبر بقى بدات تتفاعل هي والبي لينفوسايت مع بعض وتتحول بقى بعد كده لبلازما وميموري سيل. طيب دي كانت الاكتيفيشن، والريسبونس في الاخر ان هي تحولت لايه؟ لميموري سيل او بلازما سيل وطلعت لي انتي بودي. امال السيل ميديتد اميونيتي ان بيحصل في الاول بيسبقها الفاجوسايتوزيس، سواء السيل ذات نفسها للاورجانيزم، هو انترا سيلولار اورجانيزم يعني الاورجانيزم دخل الخلايا هضمته بقى انترا سيلولار،
وتكسر لحتت صغيرة وتعرض على سطح الـ MHC class 1 أو الـ MHC class 2، وبدأت الأورجانيزمات تتعامل معاها. الأكتيفيشن في 3 حاجات، في 3 سيجنال اللي قلناهم في الصورة. أول ماسكة هي إن الـ MHC class 1 أو class 2 تبدأ تريكوجنايز الـ CD4 أو الـ CD8، وبعدين تبدأ تمسك الانتيجين اللي بيبقى على سطح التي سيل، تبدأ تمسك الاورجانيزم اللي بيبقى على سطح السيل او الانتيجين بريزنتنج سيل، تبدأ التي سيل ريسبتورز تمسك في الانتيجين ده، وبعدين تبدأ تقول لها ابعتي لي اشارة كمان تأكد لي الموضوع ده. تبدأ تبعت السيل او الانتيجين بريزنتنج سيل، تبدأ تبعت الايه البي 7 والسي دي 80 والسي دي 86 اللي قلنا عليهم في الصورة دي، وبعدين التي سيل تبدأ تبعت لهم السي دي 28، فيبدأوا يعيطوا من الفرحة ويبعتوا لبعض مسجات اللي هي البونبوني والحاجات دي، هيعيطوا من الفرحة. فتبدأ السيل او الانتيجين بريزنتنج سيل دي تبعت السيتوكاين، وبعدين التي سيل اللي هو الانترلوكين 1 يعني، التي سيل تبدأ تبعت الانترلوكين 2 والانترفيرون جاما اللي هيدستروي السيل بكل محتوياتها من الانتراسيلولار اورجانيزم. ده كان الاكتيفيشن بتاع السيل ميديتد اميونيتي. بعد كده قلنا حصل بروليفريشن، بدل ما انا كان عندي تي سايتوتوكسيك او تي هيلبر واحده هيبقى عندي كتير جدا، يبدا يحصل لهم ديفرنشيشن. تمام. قلنا أهمية الهيومرال اميونيتي إن هي في أول 3 تايب من الهايبر سنسيتيفيتي 1 2 و3، وإن هي مناعة ضد الإكسترا سيلولار أورجانيزم. إنما أهمية السيل ميديتد إن هي مناعة ضد الإنترا سيلولار وضد التيومر، والنوع الأخير من الهايبر سنسيتيفيتي تايب 4، وليه أهمية في الريجكشن بتاع الأورجان الجرافت والريجوليشن بتاع الإميون ريسبونس. تمام. ودي قلنا الصور اللي عليها اللي كنا قايلينها ان البي لينفوسايت عليها الاميونوجلوبولين دي بيبدا يمسك في الانتيجين، وبعدين يدخل الانتيجين جوه ويكسره الايبيتوب، يعرضه على صينيه الام اتش سي كلاس 2، قاعده الثمانيه تنجذب للسي دي 4 بتاع التي هيلبرسيل، ويبداوا يبعتوا السيتوكاين ويحصل الديفرنشيشن. جزء منها يتحول لميموري سيل وجزء منها يتحول لبلازما سيل، مصنع لتكوين الايه الاميونوجلوبولين. ودي الثلاثة سيجنال اللي قلنا عليها. وقلنا الموضوع ده هيتوقف ازاي، الاكتيفيشن بتاع التي سيل يتوقف ان البي 7 يمسك في ريسبتور اسمها ستيلا 4 ويحصل لها دي اكتيفيشن. طيب نبدأ بقى بعد كده في الاميونوجلوبولين، ان احنا قلنا ان هو عبارة عن 2 لايت تشين واتنين هي ايدنتيكال هيفي تشين ماسكين في بعض بالدايسلفايد بوند، وعرفنا ان هما بيطلعوا من البي سيل اللي بتتحول لبلازما سيل، وبعدين بتطلع لي الايه الانتي بودي، وهم اصلا جلايكوبروتين. مش بس اهميتهم ان هم بيكسروا الانتيجين، لا ده ممكن تبقى عبارة عن ممبرين باوند انتي بودي، يعني في صورة ريسبتور زي الاميونوجلوبولين دي اللي كان على سطح مين البي لينفوسايت. برافو. بعد كده قلنا ان في من انواع من اللايت تشين اسمها لامدا، وانواع اسمها كابا، وفي انواع من الهيفي تشين اختصرناهم في كلمه ماجد، اميونوجلوبولين ام واميونوجلوبولين اي وجي واميونوجلوبولين اي واميونوجلوبولين دي. وبعدين عرفنا ان في حاجه اسمها الدومين، ان ان الهيفي تشين متقسمه لواحده فاريبل وواحده كونستانت، وان ده اللايت تشين، والهيفي تشين متقسمه لواحده فاريبل وثلاثه او اربعه كونستانت تشين. وقلنا الفاريابل دي في جزء منها اسمه هاي فاريابل، وفي هنا بيبقى مفصلة اسمها هنج، وده الجزء ده بنسميه الباراتوب، وبيمسك فيه الانتيجين اللي هو الحتة الصغيرة اللي اسمها ايبيتوب. بعد كده بنتكلم على قلنا برضو اللي هو الجزء الفاريابل ده كنت بسميه الفاب، والجزء اللي هو الكونستانت بسميه اف سي بورشن. قلنا الاف سي بورشن ده بيمسك تحت هنا كده في الخلايا اللي في جسمي، لكن الفاب ده اللي كان بيمسك فين في الانتيجين هنا، الانتيجين اللي هو الجزء منه اسمه باراتوب وبيمسك في الايبيتوب. ده اهميه الجزء الفاريبل والهاي فاريبل والجزء الكونستانت. طب عايزين نعرف الكونستانت ده بيمسك في ايه.
انا هقول وانتوا تفتكروا ورايا. يعني الاميونوجلوبولين ده بيبقى موجود فين؟ برافو، في كل الميوكوزال سيرفس. امال الاميونوجلوبولين ام كان مسؤول على ايه؟ الكومبليمنت فيكسيشن. امال الاميونوجلوبولين جي كان مسؤول عن الكومبليمنت فيكسيشن، وعن ان هو اصغر واحد فبيتنقل ترانس بلاسنتا، وكان بيعمل حاجه كده عشان يسهل الفاجوسيتوزس اسمها اوبسونايزيشن. امال الاميونوجلوبولين اي كان بيمسك في ايه؟ ده بتاع حساسيه الصدر، كان بيمسك في المص سيل ويطلع لي الهيستامين. برافو. وعرفنا يعني احنا دلوقتي عرفنا الهاي فاريبل والهنج المفصله اللي كانت بتبعد الاتنين هيفي عن بعضهم علشان يقدر الاميونوجلوبولين واحد يمسك اتنين اورجانيزم او اتنين انتيجين. وعرفنا الباراتوب اللي هو جزء الاميونوجلوبولين اللي بيمسك فيه الابيتوب، وعرف والاميونوجلوبولين كلاس سويتش، ان انا احول الاميونوجلوبولين ام بتاع ريسنت انفكشن للاميونوجلوبولين جي. وعرفنا ان في حاجه اسمها مونوكلونال انتي بودي، ان انا بصنع انتي بودي بعدد كبير عن طريق ان انا بحقن الفار بالانتيجين اللي انا عايزه يتكون ضده الانتي بودي، وبعدين لما الانتي بودي بتبدا تتكون في البلازما سيل باخدها وبحقنها مع التيومر سيل ويكونوا لي الحاجه اسمها الهيبيدروما، ويبدا يتكون مونوكلونال انتي بودي بعدد كبير جدا. ببدا استخدم المونوكلونال انتي بودي ده في تشخيص ايه؟ في تشخيص انفكشن او ماركر للسل او ماركر للتيومر، واتنين اتش الهالا تايبنج والهرمون الاستي. وببدا استخدمها برضو في العلاج، ان انا بديها بكميه قليله كاميونو باسيف اميونيتي، او كميه كبيره كاميونو سبريسيف، او ان هي بتعالج التوكسيستي الدراج توكسيستي، وبديها كاتنين انتي انتي ار اتش دي علشان ما يحصلش الار اتش مشكله بتاعه الار اتش نيجاتيف بتاعه الام، وانتي تيومر. وبكده نبقى خلصنا المراجعه، وان شاء الله تكونوا استفدتوا منها وقدرت تجمع لكم جزء كبير. وما تنسوش تتفرجوا على الفيديو، وربنا يوفقكم يا شباب.